بقيت الشيب. نعمل الاوتر رينج اللي بره، ناخد الليبس تول دبل كليك فيل ستروك ستروك كولر كالعادة، وناخد لبس لبس باث، نقلل المساحة شوية، والستروك كده يبقى مساحته مثلا بتكون 5، هو رفيع اساسا. ده هنسميه اوتر رينج. الاوتر رينج ده كان هو حط عليه زي داشز صغيرة زي عقارب الساعة كده. هنروح للجايدز، هي ظهرة هاخد شيب ليكن كده، يعني كده طبعا شيفت. هخلي ده 5 زي ما هو، وهسميه لونج اد ريبيتر. اعتقد خلاص انتوا حفظتوا موضوع الريبيتر ده. تاني مش محتاجة شرح كده. انا وزعتهم في الاربع جوانب. اللونج هعمل منه كنترول دي دوبليكيت، وهسميه ميد ميديوم. هضغط يو يو باختصار بسرعة. هخلي دي 8، والستروك ويتس هخليه 3، والترانسفورم هخليه 45 درجة. فاضل حاجة واحدة بس، ان انا كنترول وشيفت واصغر شوية بالمنظر ده. الميد كنترول دي انتر، هعمله شورت، ونفس الموضوع يو الكنترول صغر كمان 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 كمان، وهنخلي الستروك ويتس بواحد. الكوبس هتبقى كتير ليه بقى؟ لان انا هعمل الزاويه بواحد بس، تمام؟ فبراحتي بقى. فهاجي على الكوبس من غير ما افكر، 360 بالمنظر ده كده. كنترول اس عشان نعمل سيف. هنلاقيها بيه الشكل ده كده. طبعا عشان نحرك بقى، تعالوا كده نجمعها مع بعض. الاوتر رينج مع اللونج مع الميد مع الشورت، كنترول شيفت سي، ونسميها اوتر. ونيجي للاوتر داشز مع اللونج او الانر داشز. الاثنين دول مش دي انر داشز برضو؟ لا هما دول. دي مع دي كنترول شيفت سي، ونسميها ميد، تمام. الشورت داشز و دي الانر داشز، ودي الانر سبوت، ودي الشورت. طيب الانر داشز مع الشورت داشز، كنترول شيفت سي، سميها شورت. فاضل دي ودي، دول لازم الاثنين دول هيدوروا مع بعض. كنترول شيفت سي، وده هنسميها الكور او المركز. واحدة واحدة بقى. ادي الاوتر، هضغط ار الت كليك ويجل 5.180.
بلاش خمسة، خليها اتنين. وبلاش 180، خليها 60. كده لذيذة. جميل، ده الاوتر. هنيجي للميد. الميد هنعمل ار ثيك تايم في 30، تمام. ونيجي للشورت، نعمل روتيشن اوبت كليك ويجل، دي هنخليها 3 وسالب 100. تمام، فاضل بقى الكور. الكور دي هاجي على الروتيشن برضو، الت كليك ويجل، وهقول له 2.80 مثلا. لو بخليها 120، حلو قوي. واضغط على الاوباسيتي، اضغط على التي 100. 1 2 3 وتبقى 0. 1 2 3 4 5 وتبقى 100. تمام، هاخد دول رايت كليك توجل هولد كي فريمز بحيث ان هي تبقى تعمل بلينك مش تعمل فيد. هعمل الت كليك على الثلاثة كي فريمز دول وهقوله لوب اوت تايب ساوي سايكل ويقله شوية، وزي ما تقول اعمل ريفريش للاكسبريشن ونجرب. تمام بالشكل ده كده. هاجي على الانر سبوت، اضغط على تي عشان اجيب الاوباستي، واعمل الت كليك واقول له ويجل، اخليها 50 و80. دي بتعمل زي فيدنج، واللي بره بتعمل زي بلينكينج. تبقى كده حلوة قوي قوي قوي. كنترول اس. فاضل بعد كده ان انا احط لاير نيو ادجستمنت لاير فيل على كله واديها. بالمناسبة بقى الحتة دي هتعملوها في كل الشيبس اللي فاتت، طبعا تملاها باللون اللي انت عايزه. بعد كده تحط جلو، تاخد الجلو، تمام. طبعا مش هاخد الاوريجينال كولر، او ممكن تخليها زي ما هي بس تخلي ده بزيرو والراديوس تقلله. طبعا مش بزيرو قوي يعني، تخلي كده
كده الراديوس وسعه شويه بحيث يبقى بالمنظر ده. طبعا 32 ممكن الت كليك ترجعه 8 تاني، مش محتاجين احنا 32 في الموضوع. تقلل ده لو عايز تدي جلو اكتر ويفضل. وممكن تروح للاي والبي وتخلي ده وليكن كده، وتخلي بدل ما هو اسود تخليه مثلا يكون رايح للسيان شويه بمنظر ده. طبعا عندك الراديوس العب فيه زي ما انت تحب زي ما انت عايز. عندك الثريش هولد، بالمناسبه للي ما يعرفش الثريش هولد هو تركيز الجلو في المناطق الفاتحه عشان تبقوا عارفين. اخر حاجه ممكن تضيفها وممكن ما تضيفهاش فاست بلر، ولو انها مش مستاهله تقل الصراحه خلي دي سوفت لايت وزود البلر شويه، ده لو انت عايز تعمل اي افكت ابن حلال كده. ممكن نخلي دي حتى اوفرلاي، وبيني وبينكو مش هتفرق في حاجه الا في بعض السموثنس مش اكتر. نجرب كده ونشوف. تمام، ده كان اخر اليمنت في الورشه. انا اي نعم انا فاكر انا قلت هعمل الشكل بتاع الجبال ده، لكن بصراحه الورشه طولت قوي. ان شاء الله ناجله لورشه ثانيه باذن الله او في مره ثانيه ان شاء الله. شكرا لكم، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من GFX Academy.net، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.